مراقد في أرض البقيع فراقد بنتها من العليا حلا وفرائد فأولهم سبط الرسول ابن فاطم فتى المرتضى صن الحسين المساعد ومن فتحت دور الضيافة باسمه وعن جوده ذل الحياة فهو حائد ومن في سلات قاسم الله ما له فكان ليالي الفقر فيه عوائد ومن قد تخلى مرتين لربي وأهل العراء عن كل ما هو واجد ومن لم يزل يقري الوفود ببره فما ضاع يوما طول محياه واكده اشبه كل الناس خلقا وخلقه بخلق رسول الله والفعل شاهد حليم كريم لو تمد له يد إلى قتل ما مد منه لا يدور ومن ثم صلحا آثر الصلح للعدا ومن ثم صلحا آثر السلم للعدا على ما به تفنى الورى وتكابد فآثر نفع الناس في خسر نفسه ومن خصم استكفى بما فيه عاد عمود له ألقى معاوية فلم يجد من شروط الصلح يأتيه واحد فعاد بأمر ليس يحمل مثله شبير ولا تقوى عليه الجلامد يرى نفسه بين أميرا يرونه إذا هو مأمور كما شاء حاسد وينظر أدنى الناس شيعته وهم من القتل والتشريد ساو وشارد وقد آل قدرا عند أعيان قومه فمهما جفاه جاهل قام جاحد يسمى مذل المؤمنين وهلتا لهم بسواه العز والنصر عاقد الإمام المتوفى هذه العشية هو الإمام الثاني من أئمة المسلمين أبو محمد الإمام الحسن بن علي بن أبي طالب صلوات الله عليه كانت ولادته أيام حياة جده رسول الله صلى الله عليه وآله في بيت أبيه في المدينة المنورة يوم الثلاثاء الخامس عشر من شهر رمضان سنة الثالثة من الهجرة وتوفي صلوات الله عليه أيام خلافة معاوية بن أبي سفيان في داره بالمدينة يوم السابع من شهر صفر
سنة الخمسين من الهجرة، وبذلك يكون عمره الشريف 46 سنة وأربعة أشهر 22 يوما. ومدة خلافته بعد أمير المؤمنين عليه السلام 9 أشهر 24 يوما. وأودع جثمانه أزاء قبر العباس بن عبد المطلب وأمه فاطمة الزهراء في بقيع الغرقد من المدينة المنورة، فما أودع إليه من بعد ابن أخيه زين العابدين والإمام الباقر والصادق صلوات الله عليهم أجمعين. هؤلاء الأربعة من الأئمة المعصومين كلهم في قبر واحد، مراقد في أرض البقيع فراقد، بنتها من العليا حلا وفرائد. اسمه الإمام الحسن، وهذا الاسم قد اختاره الله تعالى له حيث نزل جبرائيل على النبي صلى الله عليه وآله وقال: إن الله جعل عليا منك بمنزلة هارون من موسى، فسم ابن علي باسم ابن هارون. قال: ما اسمه؟ قال: اسمه شبر. قال: إنه كلام عبري وأنا لساني عربي. قال: سمه الحسن. ولما ولد الإمام الحسين قال: سمه باسم ابن هارون الثاني شبير. قال: وما تعريبه؟ قال: سمه الحسين. فهذان الاسمان بوحي نزلا من الله عز وجل، الله تعالى قد ادخرهما لسبط رسول الله. يعني اشتد مرت من قرون وطوائف وقبائل قبل رسول الله بمئات وآلاف السنين، ما فكر واحد منهم أن يسمي ولده حسنا ولا حسين، على كثرة الأسامي والألقاب والكنى. الله تعالى ادخرهما لهذين السبطين. وكنيته أبو محمد وألقابه كثيرة. المجتبى، الزكي، الأمين، البار، الحجة، السبط، والسيد، لقول رسول الله صلى الله عليه وآله: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. وقوله في الإمام الحسن: إن ابني الحسن هذا سيد، وعسى الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. يعني نزوله عن الخلافة بالصلح مع معاوية بن أبي سفيان، حقنا لدماء الشيعة وكفا للفتنة وحرصا على جمع المسلمين وصفهم من بعض لبعض. فلو اتفق أن الإمام الحسن حارب معاوية في ذلك الموقف وكان معه 40,000 ومعاوية 40,000،
فماذا تكون حصيلة هذا القتال؟ أليس من الممكن أن تكون حصيلته 70,000 من الفريقين؟ وقد سبقه قبل أيام واقعة ليلة الهرير بين أمير المؤمنين ومعاوية، وكانت حصيلة القتلى فيها 70,000. فلو عاقبتها هذه الواقعة 70,000 أخرى يا ليت شعري، فمن الذي يبقى من شيعة أهل البيت؟ وقول رسول الله صلى الله عليه وآله وعسى الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين إشارة ودليل على أن هذا الصلح الذي قام به الإمام الحسن محمود عند الله ومرضي عند رسول الله لما فيه من المصلحة. كل قائد وكل إمام وكل زعيم يؤثر المصلحة العامة على مصلحة نفسه، فآثر نفع الناس في خسر نفسه، يعني هو خسر الخلافة وخسر الإمارة وخسر الرئاسة، لكن اشترى دماء الأمة وفك رقابهم من الأسر، فآثر نفع الناس في خسر نفسه. ولم يدفع الإمام الحسن عليه السلام إلى النزول عن الخلافة ورضاه بالصلح إلا لعلمه بأن هؤلاء الذين اجتمعوا للقتال معاه كلهم مرشيون، كل واحد منهم القواد، قواد الجيش، أصحاب الألوية، حملة الرايات، دول كلهم أرشاهم معاوية، يعني أرسل لهم رسائل ووعدهم بوعود كاذبة. لماذا؟ ليخونوا الحسن وينهزموا ويسلموا الحسن إليه. قلهم أنتوا عليكم بس توقفون ولو نص ساعة، بس نص ساعة للقتال، بس نص ساعة وانهزموا، وكل واحد على ما هو عليه اللي وعدناه. واحد قال بإمارة الكوفة، واحد إمارة الموصل، واحد البصرة، واحد مدري وين، كل واحد أنطاه وأرضاه. هم ينتظرون بس القتال مقدار نص ساعة وينهزمون ويسلموا الحسن إليه ويروحون لمناصبهم ويستلمون عطاياهم من معاوية. لكن الإمام الحسن عليه السلام كان عليما بأسرارهم، مطلعا على أخبارهم، فتغذى بهم قبل أن يتعشوا به، هو تغذى بهم. وما تسمعه من العتاب واللوم وتسميته مذل المؤمنين وما لاقاه من أصحابه من الإهانة والاستهزاء والسخرية، هذا كله على إيش؟ على فوات المناصب وفوات الأموال اللي وعدهم بها معاوية، مو على أن الحسن تنازل عن القتال. فوت عليهم أشياء كثيرة، هم ما جوا يا الإمام الحسن لاستلام المناصب والعطايا اللي وعدهم معاوية، فلما يتنازل خسروا مناصبهم، عطاياهم، جوائزهم، هداياهم. وأكبر دليل على هذا خروج
عبيد الله بن العباس في تلك الليلة، الليلة التي يعتزمون القتال في صبيحتها، ما صار نص الليل وإذا قد انسحب من جيش الإمام الحسن وسلم القيادة لأتباعه وراح إلى معاوية في الحال، ومعاوية ينتظره وبايع معاوية واستلم الجائزة. هذا القائد الأكبر منهم ولو ما شكت، مو بس هذا، بس هذا عرف القضية، قال أنا إذا أبقى لباشا للإمام الحسن ما بينطينا قتال، عارف القضية، لكن أروح من الآن أخذ الجائزة والأموال واللي يصير يصير. كلهم الشكل، مو بس هذا عبيد الله، كلهم قد أوعدهم معاوية بالمناصب العالية. فلم يكن تسليم الإمام الحسن عليه السلام إلا إظهارا لعيوبهم وكشفا لأسرارهم، تغذى بهم قبل أن يتعشوا. هذا مما يدل على أن الإمام الحسن عليه السلام كان سياسيا حكيما، يعرف من أين تؤكل الكبد، لا تنطلي عليه المزاعم والأكاذيب والأباطيل. يمدحه رسول الله: إن ابني هذا سيد، وعسى أن يصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وما زالت هذه الانتقاضة التي انتقض أصحابه بها عليه لا تزال في نفوس المعادين، في نفوس الأعداء، سخرية أو مهزلة ينتقصون بها الإمام الحسن عليه السلام. مو بس أنه مذل المؤمنين، نسبوا إلى أشياء كثيرة، أنه جبان، أنه لا طاقة له بالقتال، أنه لا بصر له بالحار، أنه كثير الرغبة في الزواج، ليس له شغل بحياقة البلد وسياسة الملك، رغبته في أن يتزوج امرأة بعد الأخرى، حتى نسبوا إليه أنه تزوج نحو 70 امرأة و120 جارية وما شاكل. هذا كله كلام الأعداء. لماذا؟ لينفر الناس عن أولاده وعن أسرته، لأن الذين قاوموا بني أمية وقاوموا بني العباس هم أولاد الإمام الحسن. ما تشوف واحد من الخلفاء، خلفاء بني أمية وخلفاء بني العباس، إلا وينتقض إليه واحد من أولاد الإمام الحسن فيقاتله، لأنهم أولى بالحق، أولى بالخلافة، أولاد رسول الله، وهذا ميراثه. فما الذي يبعدهم وما الذي ينفر الناس عنهم حتى لا يميل لهم أحد؟ اختلقوا هذه الأباطيل. فمرة يقولون إن أبا طالب مات كافرا إلى حين موته لم يسلم، ليش قالوا كافر حتى لا يصل من الميراث شيء؟ لأن إذا يقولون مات على الإسلام فأولاده أولى بالخلافة من أولاد العباس بن عبد المطلب، لأن العباس أخو عبد الله ابن النبي من الأب فقط، أبو طالب أخو عبد الله من الأب والأم،
وهو أولى بميراث النبي. فقالوا هذا كافر، يعني قالوا مسلم يعني أولاد أولى، أولاد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أولى من بني العباس. وقالوا أيضا أن الإمام الحسن عليه السلام كثير الزواج، ليست له رغبة في الرياسة ولا حياطة في الملك، إنما همه في النساء، يتزوج هذه ليلا ويعقد على تلك صباحا، يطلق الأربع في طلاق واحد ويعقد على الأربع في عقد واحد، وما شاء من هذه الأباطيل التي لا مساس لها بالحق. الأشهاري إذا كان هذا العدد من زوجاته فأين، فكم تكون حصيلته الأولاد؟ إذا تقولون أنه تزوج 70 حرة و 120 أمة، شكد تصير أولاد الإمام الحسن؟ إذا فرضنا أنه 100 تزوج 100 من النساء، فيكون لو كل واحدة واحد يصير 100 ولد. نقول من 100 النصيفة النص تكون 50 ولد. وإذا لم تصل النص فلا يبعد أن تصل إلى الربع، 35 دواني 35 أولاد الإمام الحسن عليه السلام من بنات وبنين. المكسرون يقولون أنهم 18، المكسرون يقولون أنهم 18 ولد من بنين وبنات، والمقلون يقولون أنهم 13 دون. وين الأولاد؟ ولما مات الإمام، توفي الإمام أبو محمد الحسن، كم كان عنده من الزوجات؟ يقولون عنده 4 زوجات فقط: خولة بنت جعفر، خولة بنت منظور بن زبان الفزارية أم الحسن المثنى، وأم بشر بنت عقبة ابن ثعلبة الخزرجية، كبنت العباس ابن عبد المطلب، والرابعة هي جعدة بنت الأشعث ابن قيس الكندي. شوين هاي الزوجات تقولون دي؟ هذا الذي توفي عنهن الإمام أبو محمد الحسن: أم كلثوم بنت العباس، وخولة بنت منظور، وأم بشر بنت عقبة بن ثعلبة الخزرجية، وجعلة. هاي وين وين عزت تقولون وين؟ والذي أعجب في الأمر أن أعز هؤلاء النسوة عنده هي جعدة بنت الأشعث، ولا يزال يخبر الناس بأنها ستقتله وتغتاله، والناس يشيرون عليه يقولون: يا أبو محمد، إذا كنت تعلم أنها تغتالك لماذا تضعها؟ لماذا تتزوج بها؟ ليش ما تطلقها؟ ليش ما تفارقها؟ قلهم: لا، هذه مقادير من الله، هذه مقادير سبقت، لو طلقتها ولو فارقتها ما اغتالني ولا سمني غيره. أنا أعرف القضية. وكان الأمر كما قال: فما دارت الأيام والليالي وإذا بمعاوية يعقد ولاية العهد من بعده لولده يزيد، ويعلم
أن الخلافة لا تكون ليزيد من بعده بعد أن تعهد بها للإمام الحسن. أول شرط من شروط الصلح مع الحسن أن تكون له الخلافة بعد معاوية، هذا أول شرط، هذا أول بند من بنود الصلح التي شهدت عليها كل الوزراء والأمراء وأعضاء الدولة كلهم شهدوا على كتاب الصلح. ولا شك أن الإمام الحسن هو أولى الناس بالخلافة من بعد معاوية، حتى لو ما عقد لولاية العهد فالناس كلهم يعلمون أنه أولى بها، ولا ينافسه فيها إلا سعد بن أبي وقاص. إيش اسمع معاوية؟ أول ما مهد به الخلافة لولده يزيد أن ضحى بهما، سعد بن أبي وقاص والإمام الحسن، بعث إليهما سما وما تامن، وكان سمو الحسن على يد زوجته جعدة بنت الأشعث، لأن الأشعث من الأعداء، الأشعث بن قيس من أعداء أئمة أهل البيت، من أعداء أهل البيت، من أعداء أمير المؤمنين، لا يزال متظاهرا بالعداوة والحقد والشحناء لهم، وكان هو الذي أوصل السم، هو الذي حمل السم من معاوية إلى ابنته جعدة، وأعطاها في الحال 10,000 دينار، ووعدها إن نفذت الأمر ليزوجنها من يزيد الذي سيعقد له الخلافة من بعده. والمرأة على ما تعرف، نواقص العقول نواقص الحضور، واستمع لها الصماء ونفذت أمر معاوية. كانت أعز الناس لديه، أعز الناس كانت جعيدة، كذا الإحسان بالشرف البرية مثل النجازة بالحسن جعد الشقية. طالع إليه دخل عده وصلت النار، جابت له السم باللبن وقفت عن الدار، ما شرب جرعة ولن قلبه يشتعل نار، كبدي قبل حلقة من السم من فرية. تهيس مواضي وتغيوفة يرحلنا، أو كان ناس يتمضى أفواد بأسن، قام بعجل يمشي لا ليجر ولا يمشي وطيح الماء وصل لديار خيال، تركته في الدار وحده. اسقيني ما منعته حتى أن تسقيه الماء. وتحول الإمام الحسن في الحال من داره إلى دار أخيه الإمام الحسين، وصل إلى باب الحسين وجعل ينادي، ينادي أخوي حسين يا محمد يا عباس، بالعجل دركوني طحت بالباب يا أنا، يا الشهيد حسين لن مهبط الراس، طايح بجنب الباب ودموع جري. أبا محمد وهل أنت على الباب؟ إيش الذي حدث؟ قل يا أخي مسموع بالعجل حاط على الحسن جملة أخوانه، شالوا للمضجع وفي جعتهم ألوان، أدرى سئل مظلوم ضيل جالس مكانه، قل ليش صابك؟ قال ذا سم المليء، لكن
لباسا وتنكيلا. وإذا برسول المسجد يأتي إليهم ولد أبو محمد الحسن، لقد تفرق الجمع في المسجد عن الصلاة، هذه صلاة العشاء قد حضرت، وأن الإمام الحسن فليأتي المسجد. التفت إليه الإمام الحسين: أبا محمد، هل بك مقدرة على أن تصلي بالناس؟ قال: لا يا أبا عبد الله، اذهب وصل بهم. قال: وكيف اذهب وأنت على هذه الحال؟ قال: يا أخي، وهل حضر وقت الصلاة؟ قال: نعم يا أبا محمد. قال: إذن الزمني، ضمني إلى صدرك ووجهني إلى نحو القبلة وامسك راسي بيديك. الله أكبر. يقول له: ما أقدر أقوم للصلاة، خل أصلي وأنا جالس. سند بصدر وظل يومي في صلاته، وبس فرغ منه صح ويطفش تاته، طشت يمه وحاط راس بعباته. الحسين ينظر والحسين كبدي تقيه. وإن سعد الله قلبك يا أبا عبد الله، لازم براس راس أخي، لازم بيديه راس أخي، وينظر إلى أخي تقيه. لما أن تفيض من حلقه نخع شظايا وبق فشيت ذب قطع شبده، لما ملطش تبني ما وشال من عنده. يقول له: يا خويا أقفشيت بالعجل رده، من قبل مشوف الحريم أبا عبد الله، أخاف تجينا الآن الحريم، تجينا النساء العيويات، النسوان ما تقدر على نظر الدم. ارفع هذا الخش أبا عبد الله إلى ناحية من الدار، وضع عليه غطاء لئلا تنظره النساء. ما بين ما هو يستر ويهمل دموعه، لأن الحراير أكبرت ويا الوديع، ومن عاينة حال الحسن جدها الفجيعة. يا حسين، وش صاب الحسن فيها المسيح؟ أبا عبد الله، أسمع يقولون الحسن ما طلع للمسجد هاي الليلة، شبيه؟ قال: يا زينب لا تخاف، الحسن معلول، لا ينصدع قلبك، عسى الله إلا تيزول. قالت: فجعني بولته، هالولين هذا فت قلبي شعب الصادي. قالت: فجعني بولته، اسم الله لها ظلت تحوم وتجلبني الولى خفي، وصلت ولنت شوف طشت كله دموم، بيها انظرت جقد الحسين ذايب بالسموم. صدت لاخوها صارخات نادي يا مظلوم، كبد الحسن متقطعة وتخفي علي. أبا عبد الله، ما هذا الذي أراه في الطيش؟ ما هذا الدماء التي ملأت هذا الطيش؟ جعلت تبكي، الحسين يبكي، أهل البيت يبكون لما نال الإمام الحسن.
صدت ولنها تشوف فاشتم كل هدمو قيمت جبل الحسن ذايب بالسمو صدت لأخوها صارخات نادي مظلو جبل الحسن متقطع منهم الفاجر طشتا في المدينة وطشتا في الشام. اما الذي في المدينة فرات في كبد الامام ابي محمد الحسن وقد تحولت الى دم عبير، ولكن الطشت الذي في الشام رأت بين يدي يزيد بن معاوية وفيه أخيها الحسين. والي الحسن شافت بطفشت كبدايا قطيعة، والحسين شافت بطفشت راسا يشيع، وان شال بيتام الحسن جتها تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا فقيرا إلا أغنيته، ولا غائبا أو مبعدا إلا أحضرته، ولا أسيرا أو مسجونا إلا أطلقته بحق محمد وأهل بيته الطاهرين. والفاتحة قبلها صلوات على محمد وآل محمد. Oh.